علاقة الرجل البقرة مع مولود برج الفارة، هذه علاقة يعني أقدر أسميها فوق الوسط، فوق الوسط، لأنه الامرأة الفارة هي امرأة يعني بيتوتية، هي تنجح أيضا بالأمور التجارية، الذهنية التجارية، الذهنية المتطلعة، ممكن الجاذبية والحلاوة الأناقة، الرشاقة، يعني هذه كلها المرأة الفارة تمتاز بالحلاوة والسحر والجمال بشكل وبآخر، فبالتالي الرجل البقرة يحتاج هذا الجانب، لكن المشكلة هي إنه هل تتقبل هذا الرجل؟ هنا المشكلة، يعني الرجل البقرة صلافته ودكتاتوريته وأنانيته هذه قد أيضا تجعل نوع من الشروخات او بعض الاشكاليات بينه وبين الامراه الفارة، لكن بشكل او باخر اقدر اقول هذه العلاقه هي علاقه اكثر من الوسط، وهي علاقه ناجحه.